السلام عليكم أعزائي الطلبة، عندنا الزاوية الأدبية، عندنا معروف الرصافي، عندنا هنا في سبيل الوطن for the sake of our homeland. طبعا هاي قصيدة، طبعا قبل ما هذه نقراها ونشوفها، عندنا طبعا born in 1875. اوكي، his full name is معروف عبد الغني الرصافي، اسمه الكامل هو هذا. born and raised in Baghdad، ولد وترعرع في بغداد. Worked as a teacher most of his life، عمل مدرسا أغلب وقت حياته أو معلما. A statue commemorating الرصافي stands in the square facing square facing Martyrs Bridge. هذا هنا يقول تمثال شيد يعني لإحياء ذكراه، يقف في الساحة المقابلة لجسر الشهداء، Martyrs Bridge، جسر الشهداء. He left many published books both in verse and prose. ترك العديد من الكتب اللي كانت بالشعر والنثر. His collection poems in Diwan al-Rusafi brought him wide recognition as a poet. المجموعة مالته من القصائد اسمها ديوان الرصافي، اللي يعني أعطته يعني معرفة أو أعطته يعني معرفة وشهرة بكونه شاعر. In prose he also left many works works on religion, women, sociology, philosophy, war, politics, and history. He died on 16th of March 1945. يقول في النثر ترك العديد من الكتب في الدين، في النساء، كتب عن النساء، في الاجتماع، علم الاجتماع، في philosophy، في الفلسفة، وفي الحرب، وفي السياسة والتاريخ. توفي في 16 من شهر آذار سنة 45 وتسعمائة وألف. أوكي، ساعدنا هاي القصيدة طبعا يوم كلها يمكن لكل يقول لي هنا isn't time to forget the hatred we have for others. طبعا هاي ترجمتها قبالها، أما أنا أن تنسى من القوم أضغانه، so that on the basis of brotherhood we can build. فيبني على أسس المؤاخاة بنيانا. Isn't it time to throw away weakness. أما أنا يرمى التخاذل جانبا، so that through cooperation our homeland will gain glory. فتكسب عزا بالتناظر أوطانه. Why should we be enemies because of differences in religions. علامة تعادي لاختلاف ديانة. When enmity in religion is aggression. وإن التعادي في الأديان عدوان. What harm if cooperation is our religion. وما ضر لو كان التعاون ديننا. Countries would then flourish and all would be safe. فتعمر بلدان وتأمن قطان. And if patriotic unity brings us together. إذا جمعتنا وحدة وطنية. So what is it to us if religions are many. فماذا علينا إن تعددت أديانه. شوف هنا if the people are governed by these three. إذا القوم عمتهم أمور ثلاثة، language, homeland and belief in Allah. لسان وأوطان وبالله إيمان. Which is called for in the Bible and the Quran. فأي اعتقاد بها قال إنجيل كما قال قرآن. طبعا هاي قبلها brotherhood. فأي اعتقاد مانع من أخوة، هاي brotherhood قبالها. بها قال إنجيل كما قال قرآن.
for these two holy books were revealed by Allah. كتابان لم ينزلهما الله ربنا. To his messengers only to make many happy. على رسله إلا ليسعد بها إنسان. He who comes forward in the name of religion to call for division. فمن قام باسم الدين يدعو مفرقا. Then his call is truly false. فدعواه في أصل الدين بهتان. Should we suffer by order of religion? إذن فاتباع الدين يا قوم خسران. When religion is happiness, when religion is happiness. طبعا هذا أعزائي النص الأصلي يعني اللي جاي هذه. When religion أنشقى بأمر الدين وهو سعادة. أنشقى بأمر الدين وهو سعادة. هنا when religion is happiness. هنا if so then believe in such a religion is fatal lose. إذن فاتباع الدين يا قومي خسرانه. هذه هنا but the ignorance of ignorant leads them astray. ولكن جهل الجاهلين طحى بهم. Open to every unproved saying. إلى كل قول لم يؤيده برهان. And they roam in the desolate region of falsehood. Like those who posed by Satan. فتهاموا بتيهاء الأباطيل كالذي تخبطه من شدة المس شيطان. هاي لحد هنا أعزائي. هاي أعزائي هنا موجودة هي وترجمتها. يقول read the poem aloud. اقرأ القصيدة بشكل بصوت عالي to your partner لا زميلك. Then the poem features lots of questions. القصيدة بها كثير من الأسئلة. What effect does this have on the way you read and interpret it. يقول اقرأ القصيدة بصوت عالي إلى زميلك والمعالم أو سمات القصيدة بها الكثير من الأسئلة. ما هو التأثير اللي يعني تتركه على الطريقة اللي أنت تقرأها وترجمها. What's the main themes. ما هي السمات الأساسية المغازي الأساسية للقصيدة. What message. ما هي الرسالة اللي الشاعر يحاول أن ينقلها. What's your response for the sake of our homeland? Will you remember this poem? Explain your reasons. ما هي استجابتك أو ردة فعلك تجاه قصيدة في سبيل وطننا أو في سبيل الوطن. هل تتذكر هذه القصيدة؟ اشرح أسبابك. طبعا هنا glossary عندنا معاني هاي enmity, okay, فمنك عداء, عداء, feeling of hatred towards somebody, flourish is the heart, to grow well, to be healthy and happy, صير معافى وسعيد, patriotic, وطني, having or expressing great love of your country, تمتلك أو تكون لديك تعبير عظيم من الحب تجاه بلدك, ignorance, تجاهل, lack of knowledge, نقص في المعرفة في المعلومات about something حول شيء ما. Roam to travel around تسافر without any definite aim بدون أي هدف or direction أو اتجاه. Desolate تجي معناها طبعا فارغ and without people. Okay يعني هنا تقول مقفر فارغ وبدون بشر بدون ناس. Possessed طبعا هاي مس هنا يجي to be controlled by an evil spirit يتم التحكم به من قبل روح شريرة. أعزائي أتمنى راق لكم الدرس وتقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.